أما بشار بن برد الشاعر الضرير الذي قال لصاحب له أتطيعني؟ قال نعم. قال إنك كنت تسرق الحمير زمانا ثم تبت وصرت رافضيا، فعد إلى سرقة الحمير فهي خير لك والله من الرفض. هذه موجودة في وفيات الأعيان بن خلكان، وليعلم أن هذا القول منه يدل على خطورة مذهب الرافضة حتى ولو كان المتحدث من الفرق الأخرى، لأن بشار رمي بالزندقة. ذكروا أنه يروى عنه أنه كان يفضل النار على الأرض، ويصوب رأي إبليس في امتناعه من السجود لآدم، وينسب إليه أشعار في تفضيل النار على الأرض، مع أن ابن خلكان قال فتشت كتبه فلم يجدوا شيئا من ذلك. وبشار هذا ليعلم أنه مولى أو أصله من الموالي.